وإلى الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية الحي الشرقي من مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة في المدينة. اندلعت اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين والاحتلال في شارع نابلس بجنين، حيث دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو الحي الشرقي في المدينة. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا قبل أن تقصفه خلال عملية الاقتحام. كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة وسط وقوع اشتباكات متقطعة. طب وين طالع؟ لا مش مشيخ.